برلماني تركي: الحكومة تخفي إصابات كورونا بالسجون. زعم البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجال أوغلو أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ترتفع داخل السجون بشكل ملحوظ، متهماً الحكومة بإخفاء أعداد المصابين حتى لا تضطر للإفراج عن المعتقلين. سنجان جزائبنden Bilkent şehir hastanesine kaldırılan Arif Yıldırım'ı kamuoyuna duyurduğum için hakkımda soruşturma açıldı. Niye? Halkı doğru bir şekilde bilgilendirdiğim için ve bunu yapanlar da halkı bilgilendirmemek için, bilgi gizlemek için bunu yapmaya çalışıyorlar. وأوضح النائب عمر فاروق جرجال أوغلو أن آخر إعلان عن عدد المصابين بالفيروس داخل السجون كان في شهر يونيو حزيران الماضي، مشيرا إلى أنه يتلقى أخبارا من داخل السجون بشأن الإصابات المتزايدة. وحذر جرجال أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحكومة والمسؤولين من أن هناك مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة داخل السجون، ويمثل فيروس كورونا خطرا على حياتهم، لافتا إلى أنه يجري اتصالات بالمسؤولين وكلهم يرفضون التصريح والإفصاح عن أعداد المصابين ويلقي الكرة على مسؤول آخر. وأوضح أن أحد السجناء يدعى مصطفى كاباكجيولو نقل إلى العزل الصحي في غرفة انفرادية داخل السجن، وبعدها بساعات عثر عليه متوفا نتيجة إصابته. يذكر أن قانون العفو العام الذي أقر في شهر أبريل نيسان الماضي من قبل البرلمان التركي من أجل تخفيف عدد المعتقلين ضمن إجراءات كورونا لم ينتفع به المعتقلون السياسيون، حيث أفرج عن الجنائيين بينما أبقي على معتقل الرأي والسياسيين.